بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، وبارك الله فينا وفيكم، وأرحب بفضيلة الدكتور أحمد الفرجابي حفظه الله، ونستقي قليلا من سيرته الطيبة العطرة المباركة، وهي مباركة وكثيرة وطويلة. نختصر منها إضاءات بسيطة لكم. الدكتور خبير في الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، ومستشار بإسلام ويب في الشؤون الإسلامية والتربوية، ومتخصص في شؤون الأسرة والتربية، وله مئات البرامج الإلكترونية وعلى اليوتيوب وغيرها في التربية والأسرة وغيرها من الأمور. الدكتور حفظ القرآن الكريم برواية ورش، وتخرج من كلية القرآن الكريم، ونال درجة الماجستير بتقدير امتياز. له مناصب كثيرة تولاها، منها إمام وخطيب في عدة مساجد في قطر، كذلك واعظ في مراكز السجون والشرطة، وداعية بجامعة القرآن، وكثير من الوظائف الحكومية والمرموقة. شارك في عدة برامج في الإعلام، منها برامج تأملات في السيرة النبوية، إذاعة القرآن بأم درمان، كذلك برنامج قطوف من ثمار الصيام، والعديد من البرامج. حقيقة بارك الله في عمره وبارك الله في علمه، وجزاه الله عنا كل خير. نترك اللقاء مع الدكتور، فليتفضل. مشكورا مأجورا. الحمد لله، بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعث خاتما لرسل الرسالات، ورضي الله عن أصحابه والصحابيات. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم إنا أمسينا بك وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك. اللهم ما أمسك بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. شاكر لكم هذا الإبداع واختيار هذا العنوان، ونسأل الله أن يعيننا على استخدام العقول التي وهبها الوهاب فيما يرضي الله تبارك وتعالى، في تطوير قدراتنا ومهاراتنا التي ينبغي أن نتقرب بها إلى الله. فإن هذه الشريعة العظيمة التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها اهتمت بالعقل غاية الاهتمام، بل جعلت العقل من الكليات التي تحافظ عليها الشريعة. النفس أو الدين أولها، النفس ثانيها، العقل ثالثها، فهو من الكليات التي جاءت الشرائع لتحافظ عليها. والشريعة حافظت على العقل مرتين، عندما جاء في منهج القرآن الدعوة للتفكر والتدبر والتعلم لأولي النهى أولي الألباب هذه المعاني الجميلة، وأيضا الشريعة صانت هذا العقل عندما حرمت المسكرات والمهدئات والأمور التي تؤثر على عقل الإنسان، ليكون هذا العقل مشتغلا بالغاية التي خلق الإنسان لأجلها، يتفكر في خلق السماوات والأرض، يستخدم هذا العقل في إيجاد جودة الحياة أو في إعداد الحياة الطيبة التي يسعد فيها ويسعد الآخرين. ونحب أن نقول اهتمام الشريعة بالعقول وحرص الشريعة على سلامتها وصيانتها أمر طافح وظاهر، وسنرى عجبا من عظمة هذه الشريعة ومن حرصه على صيانة عقل الإنسان، لأن العقل هو مناط التكليف. فرفع القلم عن ثلاث، فيهم المجنون حتى يفيق، حتى يعود إليه الرشد، وكذلك الصبي حتى يبلغ، لأنه أيضا هناك نقص في العقل الذي ينمو. وهذه المعاني من الأهمية بمكان. إذا كانت الدنيا تهتم بالعقول من أجل الدنيا فقط، فالعقول عندنا تخدمنا في الدنيا وفي الآخر، بها تفهم الشريعة وبها نفهم مقاصد هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به. ولذلك أكرر الشكر لكم على الاهتمام بهذا العنوان، التربية العقلية.
ونحب أن نقول هذا المصطلح يقصد به إعداد الأطفال من الناحية العقلية، حتى يكون هؤلاء الأطفال لديهم القدرة على التحليل، الاستنتاج، القدرة أيضا على المقارنة، حل المشكلات، التوقع. يعني كلمات جميلة سيأتي الحديث عنها تباعا من خلال هذه المحاضرة. ونحب أن نقول قدرات الطفل العقلية المتمثلة في أيضا الحفظ وتكرار ما حفظ، الاحتفاظ بما حفظ، الاستيعاب، الإدراك، وصولا إلى الإبداع الذي هو ربط الحقائق للخروج بأشياء جديدة. فالمبدع والذي يفكر أو يستخدم الأشياء الموجودة بطريقة غير مألوفة ليأتي بنمط جديد. وهذه العقول أيضا أمرنا بتنميتها، ومما ينميها كما قلنا التفكير والتفكر، التعليم والتذكر، التدريبات التي سيأتي الحديث عنها. هذه القدرات العقلية التي نتكلم عنها نحمد الله أنها هبة من الوهاب، ولكنها تحتاج إلى اكتشاف، تطوير، تنمية لهذه القدرات، لأن العقل هبة من الله تبارك وتعالى، وتطوير هذا العقل والاهتمام به والتطور به والذهاب به إلى الأمام هذا من الأمور الكسبية التي هي نتائج اجتهادنا وحرصنا على تنمية هذه العقول وصيانتها. ونحب أن نقول أي تغافل أو أي تقصير في تنمية العقل الخسارة فيه كبيرة في الدنيا وفي الآخرة. لأجل ذلك كان هذا الاهتمام العظيم بأمر التربية العقلية، بل إن الشريعة وهي تدعو الحامل إلى أن ترتاح، إلى أن تهتم بتغذيتها، كل ذلك اهتمام مبكر بهذا الجانب. والشريعة حريصة على أن تعتني الحامل بنفسها خاصة في الثلاثة أشهر الأخيرة من الحمل، لأنها الأشهر التي تكتمل فيها القوى العقلية، تكتمل فيها القدرات العقلية وقدرات المناعة. ولذلك أخطر شهور في حياة الحامل هي الشهور التي تمتد من الشهر السادس حتى خروج الطفل في الشهر التاسع. وأي خلل واضطراب يؤثر على القدرات العقلية، فالطفل الذي يخرج مبكرا لا يكمل نموه في داخل بطن أمه، يتوقع أن يكون يواجه صعوبات في قضية يعني التعلم الذي هو وسيلته هي العقل. دكتور، ولذلك عفوا دكتور، أنا أسف، هل بعض الأخوة يقول لا يوجد عنده صوت، هل الإخوة الموجودين هل يوجد صوت؟ بارك الله فيكم، أنا عندي يوجد صوت واضح، لكن هل الجميع يوجد عنده أم بعض المشاكل الفردية؟ هل ممكن تفيدونا إخواني؟ يوجد صوت، يكتبون في الشات يوجد صوت، كأنه مشكلة فردية أخي، ممكن تراجع تأكد، وأنا سأتأكد أيضا. عفوا دكتور، نأسف، تفضل. الله يجزيه خير، نسأل الله أن يفيد أن يستخدمنا فيما يرضيه. فأنا أريد أن أقول يعني هذا العقل اهتمت به الشريعة غاية الاهتمام، وأرادت لهذا العقل أن ينمو منذ وقت مبكر، والعقل ينمو والقدرات العقلية تنمو مبكرة. ولذلك الدراسات تثبت أن الطفل يسمع وربما يرى وهو في بطن أمه، هذا معنى جميل ولطيف. وهناك باحثة من سنوات عملت دراسة على مجموعة من الحوامل، عملت لهم برنامج يتضمن الآتي، يتضمن وظائف قرآنية وأذكار تحافظ عليها هذه المرأة الحامل، وكان الأطباء بعد ذلك لهؤلاء الصغار من استقرار ونمو طبيعي وارتياح وانشراح. المهم الباحثة تابعت دراستها حتى خرج هؤلاء الأطفال إلى الدنيا. لما خرجوا إلى الدنيا كان الطفل منهم إذا سمع القرآن يسكت، فإذا ذكر الله يتبسم. استطاع 50 من 70 أن يحفظوا القرآن وهم في سن الخامسة أو قبلها، وهذا معنى من المعاني المهمة. إذن كون الطفل يسمع وهو في بطن أمه، ونحن نهتم بالسمع لأنه هذه روافد لتكوين القدرات العقلية.
كون الطفل يرى أيضا، هذا من المسائل المهمة. أما كونه يسمع، فكنت أتكلم مرة عن هذا، وإحدى الأخوات الدارسات معلمة لغة إنجليزية من النوع الذي يمارس اللغة في بيته وحياته كاملة، تقول أطفالها وجدوا صعوبات في النطق بالعربية وتعلمها، وهذا كثير. أيضا هذه مدرسة فرنسية كانت تدرس في بريطانيا، ثم حملت ووضعت جنينها وانتقلت إلى فرنسا. هذا الطفل لم يستطيع أن يتكلم، والأطباء تحيروا، لأن الفحوصات تقول كل شيء تمام، ليس هناك إشكال من الناحية الطبية. فلما تكلم أحد الأطباء في فرنسا بالإنجليزية، تجاوب معه الطفل. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أما كون الطفل يشاهد أيضا، لأن البصر أيضا من أكبر الروافد لتكوين القدرات العقلية. فهذه معلمة أمريكية كانت تعمل في كندا، وكانت وهي حاملة بجنينها تمارس بعض أنواع الرياضات وهي تشاهد التلفاز الكندي. رجعت إلى بلدها وأنجبت طفلها، وبعد سنتين أو تزيد كان الطفل يقلد نفس الحركات التي كانت تقلدها الأم وهي تشاهد التلفزيون الكندي. المهم، هذا كله يدل على أن هذا الكائن الذي هو الإنسان حساس، وسبب التميز فيه وهذه المشاعر العالية والغالية وهذه الجوهرة التي وهبها الله تبارك وتعالى للإنسان، هذه الجوهرة التي هي العقل، تحتاج إلى أن ننميها، تحتاج إلى أن نطورها، تحتاج إلى أن نهتم بها عند أطفالنا الصغار، وتحتاج إلى أن نقوم بدورنا كاملا في تنمية هذه القدرات العقلية. ومن هنا أكرر الشكر لكم على هذا الإبداع بهذا العنوان الهام، وهذا الموضوع المهم في إطار التفكير الإبداعي، لأن نضع يدنا على أس الإبداع، ويعني قاعدة الإبداع الكبرى تنطلق من هذه العقول التي عندها استعداد للتفكير والاستنباط وربط الأمور والمقارنة والقياس والاستنتاج، يعني هذه الأشياء التي كلها تنتج عن هذا العقل. فكيف إذا كان هذا العقل مرتبط بالله، صاحبه ذاكر لله، بعيد عن المخدرات والمسكرات والأمور التي تشوش على هذا العقل. الطفل أيضا يتأثر بانفعال الأم، ويعرف صوت الأب، ويستفيد من اللمسات. أيضا هذه مصادر تكون الحواس وتكون عنده القدرات العقلية. الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل هي الأهم والأكثر، وفيها كما قلنا تكتمل قوى المناعة وأساسيات القدرة العقلية. إذا خرج الطفل من بطن أمه، نحن نسمعه الأذان، يعني من السنن، ولا مانع من أن نقيم الصلاة، يسمع ذكر الله تبارك وتعالى. وهنا ينبغي أن ننتبه لما يسمع ولما يشاهد، لأن الله وهو يعدد نعمه علينا يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم ماذا يا رب؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع هذه الحاسة العظيمة تعمل، والإنسان في بطن أمه تعمل بدرجات، والإنسان نائم، تعمل لتكون آخر الحواس عملا. لذلك في اللحظات الأخيرة نردد كلمة التوحيد فيسمعنا ويرددها ليموت عليها، بل بعد أن يدخل إلى قبره وإنه ليسمع قرع نعاله. المهم، لذلك ينبغي أن نحرص صيانة للقدرات العقلية، أن يسمع خيرا وأن يسمع إبداعا. ثم قال: والأبصار. الطفل بعد مدة يبدأ يبصر، فما ينبغي أن يبصر يرى إلا خيرا. فهنيئا لطفل سمع خيرا وشاهد خيرا، لأن هذه أكبر الروافد للقوى العقلية. لذلك قال: إن السمع والبصر والفؤاد، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الأفئدة إشارة إلى القوى العقلية، والعلماء طال اختلافهم وطال كلامهم في الحديث عن القوى العقلية، هل يا ترى مكانها الدماغ أم مكانها في القلب؟ يعني فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، أم لهم قلوب يعقلون بها؟
يعني آيات كثير. وهذا الخصام حسمه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ما توصل إليه الدراسات أخيرا منذ وقت مبكر. يقول القوة العقلية مبدأها في القلب ومنتهاها في الدماغ، وهذا معنى لطيف، لأنه يقول الإنسان إذا شاهد شيئا أو سمع شيئا فإنه سرعان ما يتحول إلى القلب. القلب يحدد هل هذا الذي شاهدناه عدو أو صديق، كيف يرد، ثم يحول يصنف هذا الشيء الداخل على الجسد، ثم يحوله إلى المخ، وعند ذلك يأتي السلوك. لذلك قال ناصية كاذبة خاطئة. فالتصرفات تأتي من العقل، يعطي الإشارة بعد ذلك للتصرف. المهم، هذا من الأمور المهمة، والحمد لله الدراسات الطبية في تطورها، العناية شديدة جدا بالطفل لما يخرج، يفحص سمعه، يكرر الفحص، يفحص بصره، يعني هذه أشياء. وينبغي أن نفحص أيضا إحساسه وشعوره حتى ننمي وجدانه، هذه كلها لها علاقة يعني بقدرات العقلية. بل الأمر تطور أكثر من ذلك، لا بد ونحن ننمي القدرات العقلية أن ننمي التنسيق بين حركة اليد وحركة اللسان وبين النظر وبين الكلام وبين يعني التناسق بين هذه الأعضاء التي تحركها القدرات العقلية، سواء كانت في القلب أو في الرأس، هي التي تحرك هذا الإنسان، وبها يمتلك المعارف والعلوم، وبها يتميز كما ميزه الله تبارك وتعالى. ولذلك لكي ننمي القدرات العقلية ينبغي أن تقرأ الأم وهي ترضع طفلها، تقرأ الأذكار، تقرأ القرآن، بل حبذا لو وضعت الطفل بهذه الطريقة في حضنها والكتاب بين يديها تقلب الصفحات، هذا كله مهم جدا حتى ينشأ في هذا الجو الذي فيه تنمية لقدرات العقلية. كذلك من المهم الاهتمام بالطفل والتواصل معه والكلام معه وحضور لحظات نومه ولحظات استيقاظه من النوم، كل هذه العناية بالطفل لها أثر كبير. كذلك أيضا من المهم أن يوضع الطفل على أرض نظيفة، فإن هذا يقويه ويتيح له أن يتقلب. وإذا كانت حركة عينه والتفاتاته لمصادر الأصوات فذلك مؤشر جيد، فهو يبحث عن من يؤنسه، وقد يبكي إذا حس بالوحشة. يجب فهم بكاء الطفل ونوعه قبل التفاعل معه والتجاوب. حصن الأطفال بالأذكار وليكن تردادها بصوت واضح ومنغم، هذا أيضا من الأشياء المهمة. لا تستعجل إدخال أي طعام قبل الأشهر، ولأن الأطفال يتفاوتوا والغذاء له أثر كبير، ولا يوجد غذاء أفضل من لبن الأم، هذا الإعداد الرباني لهذا الغذاء المتكامل الذي يكون دافئا في الشتاء ويكون بارد في الصيف، يكون في نمو يناسب نمو هذا الإنسان. طبعا من 6 أشهر يبدأ النمو الواضح ويبدأ يثرثر بكلمات ويحاول الحب، وهنا أمر في غاية الأهمية، لأنه لما يبدأ يكلم، حتى قال ابن القيم فإنه يبدأ يقول با ما، قال عند ذلك نعلمه كلمة الله، هذا المعنى العظيم، ثم نمضي معه ليقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن نعلمه هذه الأشياء المهمة والأساسية. عندما يحاول أيضا أن يحبو فإن الطفل يتعلم، لذلك المكان يكون نظيف، لأنه سيجد كل ما يجده أمامه سيحاول أن يدخله إلى فيه. وعند ذلك، وهذا نوع أيضا من التعليم، نوع من الإحساس بالأشياء، اللمس، وضعها في الفم، هذه كلها أيضا تنمي القدرات عنده، القدرات العقلية. لا، القدرات العقلية لها منافذ بكل هذه الحواس التي وهبها الله للإنسان. نحب أن نؤكد أن الرضاعة الطبيعية محفز طبيعي ومحفز للذكاء ومناسبة للنمو، وعلى الأم أن تحتسب وهي ترضع ولدها أن تخرج نسمة تسجد لله تبارك وتعالى، وتنشد، كانت العربية تنشد لطفلها عند الرضاعة وتتجاوب معه وتتذكر ما يشعر به من حب وأمان. علينا أن نتذكر ما يشعر به من حب وأمان لا يقل عن فوائد الطعام والشراب، والرضاع يؤثر في الطباع. ولا تحسبوا أن الطفل كما قال الإمام أحمد يرضع لبنا فقط، إنما يرضع خلقا وأدبا ودينا.
فإذا علينا أن ننمي هذه القدرات والملكات. وقد لا يتحدث الطفل مبكرا يعني في تلك الأشهر الأولى، لكنه صدقوني يفهم، وأنا جربت بهذا مع أطفالي مع أطفال الآخرين، عندما تكلمه ينظر إليك، لما تتأمل تشعر أنه يفهم لكنه لا يرد. وعلى كل حال فهو بحاجة إلى أن نكلمه، لأننا إذا لم نكلم الطفل في الأشهر الأولى والأيام الأولى فكيف سيتكلم؟ ومن أين سيتكلم؟ إنه يسمعنا فيتكلم، يرانا فيتصرف، وهذا جزء خطير جدا في التربية وفي تنمية القدرات العقلية. كذلك أيضا يحتاج الاهتمام واستخدام لغة البدن، ويستمتع أيضا، قد يقابلنا بالمناغاة والابتسام والتعبير يعني الذي يناسب سنه معه. 7 أشهر يبدأ باللعب بجسمه وأصابعه وقدميه، هذا نوع من أيضا من المعرفة. وأنا أريد أن أقول هناك أشياء مهمة، رغم أن الآن ربما تدرس في الحضانات أو مراحل رياض الأطفال، لكن أنا أذكر جدتي رحمها الله، يعني النساء في زماننا كان تجد الطفل يعلق أمامه وهو على الأرض أو على السرير الخاص به، تعلق فوقه قماش أصفر وأخضر وأحمر، فيتشاغل ويلعب ويركض برجليه. طبعا هذا الآن تفريق بين الألوان والمائيات والجمادات والأشياء الغازية، يعني هذه أصبحت مناهج الآن. هذا مهم جدا في التربية العقلية. وأنا أريد أن أقول طبعا الآن تطور إلى بالونات وأشكال، لكن الرسالة هي الرسالة، المعنى هو المعنى. عند 8 أشهر يفضل وضع وسائد حوله حتى يستطيع أن يراقب، الآن هذا برج مراقب، وانتبهوا ففي البيت رادار، وأن نتأكد من نظافة وسلامة الطعام وكل الأشياء التي حوله، لأن الفضول أيضا مما ينمي القدرات العقلية، فالفضول يجعله يحاول يأخذ كل حاجة، وأول شيء يوصلها إلى فمه يعني، ثم بعد ذلك يرمي بها. الأصوات التي يصدرها الطفل يعني أيضا ينبغي أن نبحث عن معانيها ونحاول أن نتجاوب معها ونوصل الفرح. 9 أشهر يدرك الطفل الكثير مما حوله، ويمكنه الانتظار والاكتشاف، ولذلك توقع منه تخريب وتكسير. والتخريب عند الأطفال تجريب، التخريب تجريب، وهو مفيد بالنسبة له، لكن نبعد الأشياء الخطرة والأشياء الحساسة التي تضره، لأنه وهو يخرب هو يجرب، ويعرف علاقة الأشياء ببعضها، ماذا يحدث من صوت، يستمتع لما يرمي حاجة على الأرض وتحدث صوتا، صدقوني يستمتع وهي تتكسر، لكن لأن القدرات العقلية تنمو. فهذا بالنسبة له خبرة وتجريب، وسوف يتفاعل لذلك مع تدحرج الكرة نحوه، ويعجبه ضجيج الأشياء التي يكسرها أو يجعلها تحتك مع بعضها لتحدث أصوات ممتعة قد تزعجنا، لكن بالنسبة له هذه متعة وتعلم وتنمية للقدرات العقلية، يعرف البيئة واحتكاك الأشياء وعلاقاتها ببعض. عند 10 من المهم أن يكون الطعام نظيف، والمهم فيه نوعية الطعام، فالغذاء المتكامل يساعد على تنمية القدرات العقلية. وأيضا 11 تزداد حركة الحب مع محاولات النهوض، هذه كلها أشياء نشجعها، لكن لا نستعجلها، لا نجعله نجبره على أن يقف قبل الموعد. من 12 إلى 15 يزيد رصيده من الكلمات، وهذا مهم في تنمية القدرات العقلية، وهذه من الأمور التي خدعنا بها. فالأمر كما قال ابن خلدون، درجة الأمة على أن تبدأ بتعليم أبنائها كتاب الله، لأن كتاب الله ينمي القدرات العقلية بهذا الرصيد الضخم من الكلمات. الآن أبعدونا عن كتاب الله، وهذا برنامج عالم، الرصيد من الكلمات ومقدار العدد من الكلمات التي يحفظها الطفل عنده علاقة بما عنده من ذكاء واستيعاب وإبداع، كل هذا له علاقة. فكيف إذا حفظ الآلاف من الكلمات الموجودة في كتاب رب الأرض والسماوات؟ هي ليست كلمات، الكلمة القرآنية كلمة حية، هي كلام الله تلد المعاني المتجددة. وكذلك أيضا من المهم تشجيعه بإظهار التجاوب والفرح عندما يحسن، مع الحديث إليه وزيادة الاهتمام به والاستماع له،
دون مقاطعة مع النطق الصحيح. هنا ننبه طفل لما ينطق حرف خاطئ، بعض الناس يدل لمستواه يقلده، هذا خطأ. ينبغي أن ننطق النطق الصحيح حتى نرتفع بالطفل ومعه. كذلك أيضا مساحة اللعب مهمة، ووجود خيارات عديدة للعب، لأن اللعب أيضا ينمي القدرات العقلية. وجود خيارات يتيح للطفل أفق واسع للتفكير والتجريب والتعامل، وعلينا أن نرصد اهتمام الطفل حتى نعرف الجانب الذي ستميز به. والآن الدنيا تتكلم عن اكتشاف مبكر للذكاءات المتعددة، فيستطيع الفاحص الخبير والأطفال في الطفولة المبكرة الأولى أن يقول هذا مصلح اجتماعي، هذا مهندس، هذا يمكن أن يكون إعلامي، هذا يمكن أن يكون إنسان تخطيط استراتيجي، هذا يمكن أن يكون شخص رياضي، من خلال هذه الدراسات العميقة التي تهتم باهتماماتهم وبأظهر الملكات التي وهبها الله له. وإلا فالإنسان قد يكون عنده أكثر من ذكاء في مجال، لكنه يتميز جدا جدا في مجال واحد، ويستطيع أن ينمي بقية الجوانب أيضا. من 18 شهر حتى يعني كمال السنتين مرحلة نمو سريعة واضحة، وقد يحاول فيها بعض المحاولات، وهنا ينبغي أن نجعله يحاول حتى لو أخطأ، لأنه لا تعطيني سمك ولكن علمني كيف أصطاد السمك. تحدثوا للطفل واهتموا به وأظهروا له الاحترام واحمدوا الوهاب وثقوا بأنه موهوب، ولا تقاطعوه إذا تكلم، واهتموا بإنجازاته يعني وبأعماله، واعطوه الإجابة التي تناسب سنه إذا سأل. اهتموا بالقراءة له ومعه، قراءة له والقراءة معه. والقراءة ينبغي أن تكون مصورة، يعني دائما كتب الأطفال الصور كثيرة والكلام قليل، كل ما يكبر الطفل يزيد الكلام وتقل الصور، يزيد الكلام تقل الصور، لما يصل الجامعة كتاب كامل ممكن يكون ما فيه أي رسومات. ولكن الطفل ينبغي أن نراعي هذا الجانب، يعني التعليم المصور، التعليم الذي نقرأ فيه، نقرأ له ونقرأ معه. وكذلك أيضا القراءة المصورة تساعدنا على اكتشاف العالم واكتشاف مواهبه واكتشاف ميوله. نكلمه عن ألعابه، نعيش معه الاهتمامات، ننزل لمستواه. وهذا من هدي رسول، قال أنس: كان لي طفل سمى بأبي عمير فطيم، وكان له طائر يلعب به. لاحظ النبي العظيم ما شغلته أعباء الرسالة والمهام الكبرى أن يسأل هذا الطفل عن عصفوري، عن طائري، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يسأله، هذا معنى جميل. فلما مات هذا العصفور جلس النبي يواسيه ويعزيه. ولاحظ الآن جلس النبي لأنه لحتى يكون وجهه قبالة وجه هذا الطفل الصغير، كنوع من العطف والمعاطفة والتعاطف والمجاملة والصعود بعد ذلك بهذا الطفل وبأمثاله. علينا أن نبتعد عن تخويفهم، نتجنب الحماية الزائدة، ونجعلهم يجربوا وينطلقوا، فقط أمن لهم المكان، لأننا نتكلم عن نمو القدرات العقلية بالنسبة للطفل. هيئوا الأطفال لاستقبال الزائر الجديد إذا كان سيأتي بعده طفل، وأحسنوا إدارة غيرته، والعبوا معه واشعروه بمكانته حتى لا يشعر أن الجديد القادم سحب منه البساط، وهيئوه للدخول إلى سلك التعليم، ولا تنزعجوا من تكسيره لألعابه، ولقنوه التوحيد ومعاني هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به. بلا شك الأسرة لها دور كبير جدا في تنمية القدرات العقلية للطفل، بذلك بإشراك الطفل في مهامنا في أعمالنا، ذلك بالرد على أسئلة الطفل، ذلك بالاحتفاء بما يفعله الطفل، ذلك بالمقارنات بين الأشياء والفرح إذا حاول الطفل أن يقارن، لما يقول هاي تشبه خالتي فاطمة، هذا طفل ألمعي، هذا شيء مبكر، لأنه هذه من نوافذ الإبداع الأساسية. ويجب على الوالدين العمل على زيادة معارف الطفل
من خلال قيامهم بشراكة الطفل في كافة المناسبات العائلية والرحلات، والسماح للطفل أيضا بتكوين أصدقاء للاندماج يعني في المجتمع والعيش مع المجتمع، فإن الصبي عن الصبي ألقن. قال الغزالي: ولا بد للطفل من صبية حسنة أخلاقه، فإن الصبي عن الصبي ألقن. فهذا أيضا مما يدين تنمية القدرات العقلية عندما يكون مع هؤلاء الآخرين، حيث أن المهارات الاجتماعية تساهم بشكل كبير في تطوير المهارات العقلية لدى الطفل، حتى يصبح أكثر قدرة على التحليل والاستنتاج والاستنباط، وأكثر قدرة أيضا على مواجهة المشاكل وعلى وضع التوقعات من خلال التجارب التي يكتسبها من هؤلاء الصبية الذين يشاركهم اللعب. علينا أن نشاوره ماذا يريد وأين نذهب، وهذا مهم. يعني مجرد المشاورة وكذا، كونه يقارن، كونه كذلك أيضا يسمع كلمات دافعة: عبقري، طبيب، مهندس، ما شاء الله، تفكير رائع. ويجب على الوالدين كذلك حث الطفل على محبة العلم، وتعليم الطفل أيضا على أهم قيم السلوك الإنساني، وتعليمه أيضا اللغة وخاصة لغة القرآن. أيضا لا بد أن يكون اللعب هادف، هناك التعليم باللعب، وهذا مهم جدا في تنمية القدرات العقلية. ولما نقول القدرات العقلية ليس مجرد الحفظ، والحفظ مهم، ولكن التفكير، الإبداع، تنمية الموهبة، اكتشاف الميول عند هذا الطفل، الاستنتاج، يعني وهذه تحقق له تفوق ونجاح. ويعني كذلك أيضا اللعب معه وليس اللعب له. لاحظ الآن أحيانا بعض الناس هو الذي يلعب، لكن اللعب معه لا بد أن يشركه، لأن أنجح أنواع اللعب اللعب الذي يكون فيه أدوار، أنت عليك كذا وأنا عليك كذا، أنت لك، أنت هنا وأنا هناك. يعني كذلك أيضا الأدوار في اللعب تكسب خبرات وتجعله يفكر، ويعني الألعاب التي فيها تنافس أيضا. ويجب على الوالدين العمل على توفير يعني منصة للألعاب المتنوعة، لأن وجود ألعاب تساهم في تنمية المهارات العقلية لدى الطفل، مع ضرورة حرص الوالدين على تعليم الطفل كيفية استعمال هذه الألعاب. أنا أقول ما نستعجل، نشوف أولا كيف يستعمل الألعاب، ثم بعد ذلك نبدأ نصحح، لأنه كونه يستعمل اللعبة بطريقة معينة بطريقة فطرية، هذا قد يساعدنا في اكتشاف مبكر جدا للمواهب. وفي اليابان يؤتى بالأطفال الصغار إلى مؤسسات وإلى معارف، وطبعا هناك إشراف تربوي يراقب هذا، يلاحظ أن الطفل الأول ذهب إلى أشياء إلكترونية، الطفل الثاني اهتم بالديكور، الطفل الثالث اهتم بالورود والزهور، الطفل الرابع بعد أسبوعين أو أسبوع يأتوا بهم وجدوا أن الطفل يذهب المرة كل مرة لنفس المكان، وهذا أعطاهم مؤشر أن هذا هو الميل الذي عنده، هذا هو الجانب الذي يمكن أن يبدع فيه، هذا الجانب الذي وهبه الله تبارك وتعالى فيه تميزا. فلذلك يجب على الوالدين الاهتمام بهذا، ويجب أن يكون هناك منصات للعب، وهذا مهم. وأنا أشاهد رياض الأطفال، الأطفال يلعب، ولكن أريد أن أرى من يجلس على كرسي ليراقب ميول الأطفال، تعاون الأطفال، طرائق لعبهم، وصولا للعب التعاوني الذي فيه اندماج ومشاركة وأدوار. كذلك يجب تشجيع الطفل وعدم إحباطه عند يعني توفر الرغبة لديه للقيام ببعض الأنشطة، لا بد أن نشجعه. وفي حال فشل الطفل في القيام ينبغي أن ننظر إلى الجزء الملآن، فنحيي ونشكر ما تحقق، ننظر إلى ما تحقق لا إلى الجزء الذي لم يتم يعني تحقيقه، فانظر الجزء الملآن. وبالمدح للطفل تزداد القدرة العقلية، فعلينا أيضا أن نعطف ونتعاطف معه ونشجع ونجامل. كذلك أيضا من المهم جدا تذكيره بنجاحاته، يعني أنك عملت ما شاء الله مثل ما أمس عملت عمل، وهناك ألعاب مثل مكعبات، مثل هذه الأشياء تنمي القدرة على التركيز، هناك ألعاب تنمي القدرة على الدقة والمقارنة. أحيانا يعني يقول لي أخرج من هذا المكان دون أن تلمس أي لعبة من الألعاب، هذا يحتاج مهارات. أحيانا آتي له بصورتين أقول أوجد الفرق بينهم، أحيانا يعني تجد الفرق دقيق جدا، لكن هذا ينمي القدرات العقلية، كونه يركز ثم يكتشف مكان
يعني الفرق بين اللعبة الأولى واللعبة الثانية. كذلك أيضا يعني نتجنب مقارنته بغيري، ما أقول أختك أحسن منك، كل الأطفال يفهموا إلا أنت، هؤلاء عرفوا أنت ما عرفت، هذا من الخطأ الكبير. تكليفه أيضا بما يستطيع، يعني أنا ما أكلف الطفل شيء فوق طاقته لأن هذا يوصله إلى الإحباط، لكن أكلفه بالشيء الذي يستطيع، ثم أقول ما شاء الله رائع مبدع كذا، يصعد معي وبعد ذلك أتدرج معه. كذلك الحديث عن إنجازاته، وأنا أقول بل تعليق هذه الإنجازات في مكان ظاهر حتى يراها العم وتراها الخالة ويراها الزوار، ويجب على الوالدين الوقوف بجانب الطفل وتشجيعه يعني على مجرد المحاولة، ودعوته إلى أن يكرر المحاولات والاستفادة من الخطأ والتعلم منه، فإن الخطأ مصدر من مصادر التعلم. يعني ما نوصل الإحباط، وانتبهوا للغة الجسد، لغة البدن، تقاطيع الوجه، لأن الطفل ذكي فقد يشعر بإحباطنا فيصاب بالإحباط، ولذلك نشجع على تكرار المحاولات ونبين له أن الإنسان يستفيد من أخطائه ويتعلم من خطئه. وأنا أريد أن أقول العالم المتطور يهتم بها، حتى في اليابان هناك معرض للبضائع والمنتجات الفاشلة، يعني كيف اليابان تصدر سيارات وماكينات وأجهزة، الوكلاء يردوا بعض قطع الغيار يقولوا هذه تاركة، هذه توضع في معرض، ويأتي الباحثين والطلاب ليروا كيف هذا فشل، لماذا هذه السيارة فيها مشكلة، لماذا هذه محرك الطائرة هذا فيه مشكلة. ملايين يزوروا ليتعلموا من الخطأ، يتفادى المهندس الصغير الخطأ الذي وقع فيه المهندس الذي قبله. فلذلك ما ينبغي أن نتحرج عندما يخطئ الطفل، لأن من تنمية القدرات العقلية أن يجرب أن يخطئ وبعد ذلك يمضي. والأخطاء كما هو معروف هي محطات مهمة جدا في طريق الناجحين والناجحات، النابهين والنابهات. احترام الوالدين لرغبات الطفل وتقدير أحاسيسه وتطوير مواهبه والشعور بأنه هبة وأنه موهوب، هذا معاني جميلة في تنمية القدرات العقلية. كذلك قيام الوالدين بتعليم الطفل طريقة التفكير الحر، مسألة العصا الذهني، وأيضا أضعه في مكان وأقول له دبر حالك، أخرج، حاول، لما يخرب حاجة أقول حاول تصلح، يعني هذا أيضا حتى يفكر. كذلك أيضا يعني استعمال الأسئلة مع الطفل والإجابة على أسئلتي والاهتمام بها وإعطاء أجوبة تناسب سنه، هذا أيضا من الأمور الأساسية والأمور المهمة التي لا بد أن نهتم بها. الدنيا الآن تتكلم عن التعليم المبكر لأنه تطوير لقدرات هؤلاء الأطفال وملكاتهم، يعني هذا مهم، وهناك مؤسسات تعمل لهذا، ولكن نحن في كل هذا ينبغي أن نصطحب أن تنمية العقول هي مسؤولية مشتركة، وأن دور الأسر كبير، والمرحلة التعليمية التي تسبق المدرسة يعني هي مهمة جدا في تحفيز القدرات الأساسية وفي فتح شهية هؤلاء الأطفال من أجل أن يتعلم. فالطفل يتعلم كما قلنا ابتداء من وجوده في بطنه بعد أن تنفخ فيه الروح، ثم يستمر، والسنوات الأولى خصبة جدا ومهمة جدا، حتى يقال يعني العلم في الصغر كالنقش في الحجر. هذا لا يعني أن القدرات لا تنمو، لكن الدراسات تشير إلى أن الخمس سنوات الأولى غالية جدا، والنمو العقلي والقدرات فيها عالية جدا، وصفاء الذهن طبعا ليس عنده هموم، ليس عنده مسؤوليات، كل هذا يرجح هذه المسائل، هي فرص ينبغي أن نستخدمها في التربية العقلية لأبنائنا. هذا العقل الذي هو جوهرة وهبة من الله تبارك وتعالى، عندنا كمسلمين ينبغي أن يكون منقادا للوحي، والحمد لله أنه من إعجاز هذا الشرع أن الشرع أعطى هذا العقل معطيات، وأتاح لنا أن ننمي عقولنا وأن نحافظ عليها وأن نصونها، ننميها بالتفكير وبالبحث والتذكر. أفلا يتذكرون، أفلا يتفكرون، لقوم يعلمون، لقوم، يعني دعوة للتأمل، دعوة للتفكير، دعوة للاستنباط، أولي الألباب، أولي النهى، هذا كله من أجل أن ينمو هذا العقل. كذلك أيضا مرة أخرى نقول وحمت الشريعة هذا العقل من كل المؤثرات السالبة التي تؤثر عليه، وجعلت هذا العقل مناطا للتكليف. هذا العقل لا بد أن نعترف
لأنه أيضا يعتريه النقص كهذا الإنسان الناقص. ولذلك اقتضت حكمة الله أن يساعد هذا العقل بإطار من الوحي يحدد له معالم الطريق. ومن الإعجاز في شريعتنا أنها أعطت معطيات، ونحن الذين جئنا بالعلم التجريبي وأضفنا الإضافات الكبرى لحضارات الدنيا، فالعلم قبلنا كان مخلوط فيه الأساطير بالمعلومات الصحيحة. من الذي جردها؟ إنها أمة قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم، الأمة التي جاءت لهذه النظريات فأجرت التجارب وأبقت بعد ذلك ما هو صواب وينبغي أن يبقى، وأزالت ما هو أساطير وخرافات لا أصل لها في ميدان العلم والمعرفة. هذا العقل، هذا العلم الذي هو نعمة من الله، الذي هو ثمرة من ثمرات العقل، بكل أسف هناك من الناس من خدع فعبد هذا العقل وألهه وانصاع له وجرى خلفه فأوردهم موارد الهلك، لأن هذا الإنسان بقدراته العقلية كلها تظل خطوط الغيب محجوبة عنه، فهو لا يعرف ما يحصل له بعد دقيقة، ولا يعرف ما الذي ينتظره خلف الجدار. ولذلك كان من لطف الله أن يهيئ له موجهات من خلال الوحي الذي أنزله الله على رسله، ينطلق خلال هذا العقل يتفكر ويعمل، وكذلك يعرض نتائج ما توصل إليه العقل على قواعد الشرع، هذا الشرع الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به. والعقل البشري لما حاول أن يبتعد عن ضوابط الوحي وقواعده خرج عن الفطرة، تكلم عن أمور لا تقبل عقلا، ثبت لهذا الإنسان جهله وقصوره، لكنه التكبر، لكنه الجهل الذي يجعل هذا الإنسان لا يعترف بعجزه. فلذلك ينبغي أن يكون هذا العقل محكوما بقواعد الوحي وضوابط الوحي، ونحن لا نجري وراء النظريات العلمية حتى تتحول إلى حقائق علمية، فإذا تحولت إلى حقائق ثابتة فإن صحيح المنقول لا يصادم صحيح المعقول، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية الذي كانت له إسهامات كبيرة في مناقشة الذين أرادوا للعقل أن ينفرد وأن يقود الدنيا، لأن عقل هذا الإنسان كما قلنا يعتريه النقص، وحتى العقلاء والمختصين فيما بينهم يختصم ويعترف، وإلا لو كان في العقل كمال لماذا يختصم ولماذا يتفاوت ولماذا ينفو غدا ما أثبتوه اليوم، كل ذلك دليل على قصور هذا العقل. فإذا نحن لما نربي العقل من خلال التربية العقلية في إطار الشريعة التي أنزلها رب البرية سيكون عطاء العقول كبيرا. وأنا أريد أن أقول الآن تطورت الدنيا، لكن هذا التطور كان سيكون مضاعفا مئات آلاف المرات لو أن من يقود الحضارة ينطلق من قواعد الشرع، لأن كثير من الجهود تضيع في بحوث ما كلفنا به. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، مليارات تصرف في هذا ولا يزداد إلا جهلا بهذا. فإذا لو أننا وجهنا العقول والبحوث العلمية فيما ينفع الناس، فيما هم بحاجة له، فيما يحقق رفاهيتهم، لكان الجهد، لكان التطور أسرع وأضخم. فما أحوجنا إذن إلى أن نستحضر هذه المعاني، وأكرر شكر لإخواني الكرام على اختيار هذا العنوان، لأننا أمة الوحي، أمة اقرأ، ينبغي أن تنطلق لتنمي عقولها في إطار هذا الشرع لتقدم للبشرية النافع المفيد. فتأخرنا كان من نتائجه إخراج القنابل المدمرة للإنسان، إخراج أشياء مضرة للإنسان، إجازة أشياء تنافي فطرة الإنسان، لأن العقول قاصرة، ولأن الهوى يسيطر عليها ويغطيها، ولأن خطوط الغيب عنها محجوبة، ولأن هذا العاقل أناني لا يكتب الشقاء على نفسه وإن رضيه للآخرين. فما أحوجنا إذن إلى أن نعمل على تنمية عقولنا وعقول أبنائنا، والتنمية العقلية مستمرة،
هذا الإنسان يعني يستخدم عقله إلى آخر لحظة، إلى متى تحمل المحبرة؟ قيل للإمام أحمد وهو إمام الدنيا فقال المحبرة إلى المقبرة. والإمام الطبري في لحظات السكرات جاء من يقول كلاما يسمعه لأول مرة فقال اجلسوني، ثم طلب دواتا ويعني لوح يكتب عليه، قالوا يرحمك الله وأنت في هذه الحالة، قال لعل المسألة التي أنجو بها لم تأتي بعد، فكتب ما سمع ثم مات رحمة الله عليه. فأنا أريد أن أقول نحن نريد للتنمية العقلية أن تستمر، لأن بعض الناس يقول أنا كبير خلاص. طيب أنت كبير، الواجب أيضا تكون عندك خبرات وتجارب، والكبار ذخيرة ونحن بحاجة إلى تواصل أجيال. ورغم أن كثير من الدول توقف من يبلغ 60، إلا أن الدراسات العلمية العالمية تصدمه أن أكبر عطاء للإنسان بين 60 و70، ثم بعده من 70 إلى 80، ثم نأتي إلى 50 إلى 60. فكذلك أيضا حتى نعرف نعمة الله بهذا العقل، يعني هذا العقل الذي من إنتاجاته الكمبيوتر الذي نعجب بعقله وقدرته والأشياء التي هذا صنعه إنسان، وهذا الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى، يعني هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ومع ذلك الدراسات العلمية تقول لو أن إنسانا عاش 90 سنة يستخدم عقله يبدع وينتج ويخترع، فإن هذا الإنسان لا يكون قد استخدم من القدرات العقلية التي وهبها الوهاب إلا 10% فقط. يعني هذا المبدع المبتكر يموت دون أن يستخدم 90% من القدرات العقلية التي وهبها الوهاب. فما أحوجنا إذن إلى أن نهتم بالتربية العقلية. وأكرر الشكر لإخواني على اختيار هذا العنوان، وأرجو أن يكون في النقاش والحوار إثراء لهذه المعارف، فمنكم نتعلم ونحن شركاء في هذه الواجبات، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا وأن يرفعنا عنده درجات. جزاكم الله خير دكتور، بارك الله فيكم على هذه المحاضرة الطيبة التي كان فيها زخم من المعلومات المفيدة، ويعني إن شاء الله نتمنى من الإخوة إفادتنا بالأسئلة أو الفوائد أيضا الجانبية. لكن هنا على السؤال على الخاص، الدكتور يسأل سائل يقول أنا كبير في العمر، كيف أعيد تنشيط يعني الذاكرة والقوى العقلية؟ هذا سؤال رائع جدا، ومن الجميل جدا أن من أكثر ما ينشط العقول التأمل في كتاب الله، بل الدراسات تتجه الآن إلى أن الذي ينشط عقله ويقرأ وكذا هذا أبعد الناس عن الإصابة بالزهايمر. فكأن تنشيط هذا العقل، سبحان الله، الإمام ابن الجوزي أشار إشارة لطيفة جدا، يقول العقل وأي عضلة في جسم الإنسان تتقوى بالمران بأن يمرنها. يعني لو أريد أعمل عضلات هنا أحرك يدي فيصبح العضل هنا، لو أريد في اليد هكذا تتكون عضلات هنا، لو أريد أن أكون فصيحا بليغا أكثر الكلام والخطب يتطور. فكذلك العقل، فننصح من كبر سنه أن يكون له قراءات، يكون له استماع، يكون له تدبر، يكون له تأمل، أن يكون له قراءة في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا سؤال رائع، يشكر صاحبنا عليه، صاحب السؤال هذا يشكر لأنه سؤال غاية في الأهمية. فالإنسان ينبغي أن يظل ينقل هذه الخبرات، يعلم الآخرين، ونحن طبعا لابد أن نصحح الفكرة، يسمي كبار السن الخبراء حتى يستفاد منهم ويستفاد مما عندهم من معارف. وأذكر أننا في مجلس علمي للجامعات منذ سنوات كنا نتكلم بضرورة أن تتوجه الدراسات الاجتماعية والدراسات الثقافية وتقصد كبار السن من الآباء والأمهات حتى نأخذ عنهم المعارف، نوجه إلى دراسات ميدانية، هذا معه ذخيرة من الخبرات والمعلومات، وخاصة لو سألناه عن يعني خبرات الشخصية له. هذا بكل أسف يهتم به أهل الغرب، تجد الإنسان مطلع كتاب ذكرياتي، أشياء قد تكون عادية لكنها فعلا مفيدة للأجيال. وكون هذا يكتب ويفكر ويقرأ، وخاصة لو يتلو كتاب الله ويتدبر،
هذا مما ينمي القدرات العقلية، بل مما يحفظ الذاكرة ويحميها. ونسأل الله أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا، يعني كما هو الدعاء. فهذا سؤال رائع يشكر عليه، وأرجو أن يكون له اهتمام بعرض خبراتي على أحفادي، على إخواني، على أبنائي، بالإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى، بتسجيل خواطره، بتسجيل ذكرياته. هذا كله من الأمور المهمة التي تساعدنا في الاستمرار في تنمية العقول. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول سائل: هل للغات دور في تنمية العقول؟ أيضا هذا من الأشياء المهمة، اللغات لها دور كبير، لكن نحن نقع في خطأ عندما نزاحم لغتنا العربية في السنوات العشر الأولى بلغات أخرى، فالإنسان يجيد لغته. هذا لعله برنامج عالمي. معظم الدول الآن لا تسمح لأطفالها بأخذ لغة رديفة، لغة اختيارية، إلا بعد 10 سنوات، إلا بعد أن يتقنوا لغته. فكيف إذا كانت اللغة التي عندنا هي لغة القرآن؟ لكن هذا يوسع المدارك، والحمد لله من إعجاز الله في خلق حنجرة الإنسان أن هذه الحنجرة بالتدريب يستطيع الإنسان أن ينطق أي لغة في العالم، يسمع فينطق كما سمع، يقلد. ولذلك هناك تحريك لهذه الأوتار، وأيضا تحريك القدرات العقلية من خلال فهم اللغات. ونحن بحاجة إلى أن نهتم باللغات الحية لنجعلها وسيلة لإبلاغ الإسلام ونشر هذا الدين الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به. فاللغات والخبرات والمعارف والرحلة في الأرض والسير في الأرض، وهذه كلها لها أثر في تنمية القدرات العقلية، لأنها تتيح منصات للتعلم ومنصات أكثر للتفكير. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. إخواني الكرام، من يحب أن يفتح المايك فله ذلك، يحب أن يشارك صوتيا أيضا متاح الأمر إن شاء الله. بعض الإخوة يقول هناك حدث خلل في الرابط، ممكن لقاء ثاني يعني مع حضرتكم؟ بإذن الله لا مانع، إن شاء الله يرتب له إن شاء الله. ويكون امتداد لهذا أيضا فيما يتعلق بكيف ننمي المواهب عند هؤلاء الأطفال كنتيجة لهذه العقول التي وهبها الله تبارك وتعالى، حتى نحول هذا العطاء الرباني، المنحة الربانية، إلى فوائد البشرية. نسأل الله أن ينفع بنا وبكم، بلاده والعباد. ما شاء الله، يعني إن شاء الله نرتب لها بإذن الله. جزاكم الله خير دكتور، بارك الله فيكم. تحب تختم بشيء؟ فالأمر عندك. والله أنا شاكر لكم الاهتمام وهذا الإبداع، والاهتمام بالتفكير الإبداعي وبالتربية العقلية، لأننا ولله الحمد أمة أذكياء، وأمة تستيقظ في الفجر لتسجد لله، وفي السحر قبل ذلك يستغفر الله تبارك وتعالى. هي الأمة صاحبة العقول التي يوجهها الوحي، صاحبة العقول التي يمكن أن تنتج وتبدع. إذا كان في الغرب هناك من يعطل قدرات العقلية لبعض الوقت بالسكر وبالعهر وبكذا، فعقولنا صافية وعندها الاستعداد الكامل للإنتاج والعمل، لكن شريطة أن نمرنها وندربها ونطورها ونتيح لها منصات ونجتهد في هذا الجانب رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. والزيادة في العلم والريادة العلمية ما هي إلا ثمرة من ثمرات استخدام العقول. وقد كنا سادة الدنيا، كانت أوروبا ظلاما ضل سالكه، وشمس أندلس بالعلم تهديه، كنا أسادة الدنيا وقادتها، والغرب يخضع إن قمنا نناجيه، واليوم تقنى لعز فر من يدنا، فهل يعود لنا ماض نناجيه؟ في العلم والأخلاق مجدكم، في الدين والأخلاق مجدكم، هذا البناء الذي يعلو ببانيه. تم الكلام وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير شيخنا. ورد سؤال لكن خلاص، تحب نسأل أم نختم؟ يعني لا مانع إن شاء الله. يقول: هل الصراخ على الطفل أو الضرب
يعني يؤذي القدرات العقلية لدى الطفل؟ يا سلام، هذا سؤال رائع ما شاء الله. قطعا بلا شك، هذا الصراخ مثل فصل الكهرباء، يرجع الطفل خطوات إلى الوراء، ولذلك لما تصرخ تأتي تضيع المعلوم، يتشتت الطفل، وكثرة الصراخ قد تجعله يتبول في فراشه، ينام وهو منزعج، فلا تنمو القدرات العقلية، القدرات العقلية يقول تنمو عند النوم، ولذلك أحسن معلومة هي التي يأخذها الطفل عندما أداعبه، ولمسة الحب واندثار الحب، وأعطي معلومة جيدة هذه يحتفظ بها. والعالم يتجه إلى التعليم أثناء النوم، وهي الحقيقة التعليم قبل النوم، لأن الصورة التي يحفظها، الأذكار، الانطباع الجميل الذي يأخذه ثم ينام، هذا من أكثر ما يحفظ. بالتالي أنا أريد أن أقول الصراخ والإزعاج للطفل، ويعني عدم تركه حتى يكمل فكرته وتهديده وتخويفه، هذا كله خصم ويسبب ارتباك للقدرات العقلية، والأخطر من ذلك أنه يجعله يحجب فلا يبادر. هذا طبعا كان السؤال بعد الأخير، وأنا أشكر السائل، وإن شاء الله الأسئلة الأخرى تكون في لقاءات أخرى، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام. إن شاء الله جزاكم الله خير دكتورنا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على لقاء آخر بإذن الله. بارك الله.